مرحبا برج العقرب، هذه قراءتك العامة. راح نلقي نظرة على وضعك المالي، الصحي، حياتك العاطفية، وأيضا أي أخبار تتوقعها أو ترتقبها في المستقبل. أول كرتين راح يكونون تبع طاقتك العامة للشهر. عندك السيف الصغير Page of Swords، وعندك الكرت الثاني The Hanged Man، الرجل المعلق. أرى أنك يا عقرب هذه الشهر من بين كل الأشهر أنت جدا متعمد ومتحكم في كل شيء تصنعه. الناس يرونك في هاي الفترة أن أنت منعزل، هادئ، غريب الأطوار على غير عادتك. جدا تتحرك، ولكن حتى تحركاتك بخفة وبهدوء ودائما مستقل في هذا الشهر. الناس اللي حولك مستغربين من هاي الطبيعة، لأن هذه ليست من طبيعتك أو من عادتك أن تفعل هاي الأمور. ولكن أرى أن أنت عندك طاقة خفية، عندك سر، كأنك قاعد تحاول تخفي الشيء عن الآخرين أو المحيطين حولك. عندك شيء في بالك، ما هو الشيء؟ هل هو حب جديد، حب قديم؟ تحاول أن تفعل شيء معين، تغير مجرى حياتك في أمور، هذا الشيء أنت اللي تعرفه. ولكن جدا طاقتك طاقة كأن عندك شيء تخفي عن الآخرين، ومن أجل ذلك أنت منسحب من حياة المحيطين حولك في هاي الفترة. أرى أنك هادئ، ولكن تفضل العزلة، لديك القليل من طاقة الزاهد أيضا وإن كان الكارت غير موجود، ولكن أنت اللي تفعل هذا الشيء. الناس احتمال اللي حولك يرون أن أنت هادئ على غير طبيعتك، ويحاولون أن يعرفون السبب، لأن عندهم السيف الجاسوس. يحاولون أن يعرفون أسبابك، شنو قاعد تخبي أنت يا برج العقرب؟ شنو نيتك في المستقبل؟ ما هي خطوتك القادمة؟ كل هذه الأسئلة تجري في رأس كل اللي حولك، وخصوصا المقربين منك. ولكن أنت اللي تعرف، أنت كأنما الآخرين يخبرونك أو يسألونك ما هي المصيبة اللي تحت رأسك، لأن أنت جدا هادئ. ولكن احتمال أنه غير، مو مصيبة، هي مجرد سر، هي مجرد رغبة، هي مجرد شيء أن تحاول أن تخلقه، تغيره. عندك تغيير هاي الهدوء قبل العاصفة، تحاول أن تخلق تغيير كبير لحياتك، وتعرف أن بالعكس يجب أن تكون متكتم على الأمر عشان يتحقق لك. كرت الزاهد موجود، توني انتبهت له. فعلا أنت جدا على غير طبيعتك في هذا الشهر، ولكن طاقتك جميلة، طاقة التكتم على ما تحب، إن كانت هي رغبة، إن كانت هي اتجاه جديد ستأخذه في حياتك، احتمال يصدم الآخرين اللي حولك، الله أعلم. ولكن أنت في جيبك المعلق لديك مفاجأة، احتمال مفاجأة صادمة للآخرين، ولكنها مفاجأة. أنت اللي تعرف، أخبرني في الكومنت شنو طبيعة الشيء اللي تحاول تخلقه في هاي الفترة أو توجده لنفسك. طاقة السيوف هي دائما في هاي القراءة بالذات لك، أراها طاقة المحيطين حولك أو الشخص المقرب منك، احتمال شريكك، الحبيب السابق أو الزوج. عندهم السيف الصغير، هذا الشخص ملاحظ أو الأشخاص ملاحظين التغييرات اللي أنت قاعد تمر فيها، مستغربين ومتفاجئين من هدوءك المفاجئ. اللي مخوفهم هدوءك، صمتك، انعزالك، فيحاولون بشتى الطرق انهم يأتون باخبارك من اي طريقة. يعني احتمال اذا هم في محيطك الاسري يحاولون ان يعرفون ما الذي يجري معك في محيط العمل، في الدراسة، في الصداقات، وان كان هذا هو الشريك فالشريك يحاول يعرف انت شنو قاعد تخبي عنه، ما هي خطوتك القادمة، شنو الشيء اللي صاير في حياتك انت تحاول ان تداري عن الشريك او الحبيب في حياتك. عندهم طاقة استكشاف وفضول وتجسس، يحاولون بكل الطرق. ولكن لا تخاف إذا كان فعلا نيتك أن تحافظ على الكتمان من أجل تحقيق اللي في بالك، ترى يخبرك أن لا تخاف، لأن هذا هو السيف الصغير. هذا السيف غير ناضج، لن يؤذيك، لن يجرحك، ولن يأتي حتى بخبر أكيد عنك. راح يظلون هذين الأشخاص في مرحلة عدم التأكد، يعني راح تخليهم، أو النصيحة لك أن
تخليهم في الظلام هاي الفترة، ما يكون عندك رد واضح، ما تكون تحركاتك واضحة، من أجل أن تستطيع أن تخلق لنفسك ما تشاء. وفعلا على الصعيد المالي واضح أن ما تشاء أو التغييرات الكبيرة اللي آتية في حياتك هي على الصعيد المالي لديك. عندك الكوب الأول وهو أقوى وأكبر الأكواب، بداية كل شيء جميل في حياتك. هاي الفترة وإن كنت حاليا معلق أو متجمد أو توقف عندك النمو على أصعدة معينة في المال في الدخل، لا يوجد لديك تغييرات، جدا ممتاز لأن تحاول تخلق لنفسك بداية جديدة في مجال جديد، عمل إضافي، دخل إضافي، وإن كان عمل من المنزل، وإن كان وظيفة بدوام جزئي. هذا الشيء راح يكون بداية لكل التغييرات في حياتك، راح تتغير 180 درجة أوضاعك المالية بشأن هذا الشيء، ولكن يجب عليك السعي. طبعا دائما التارو يخبرك بالطاقة المتوفرة، إذا أنت كنت لا تسعى من أجل هذه الطاقة ولا تساعدها، فاحتمال أن هاي الفرص أنت راح تفوتها. لديك فرصة جدا كبيرة مثل البوابة المفتوحة، بوابة من الماء وهي طاقتك أنت يا عقرب، بما معناته ستجد نفسك نجاحك في هذا الشيء. بداية راح يكون بداية لكل شيء تشتهي. احتمال أنك في السابق كان عندك 5 الخماسيات، في السابق كنت دائما أقل من المحيطين حولك، لديك ديون أكثر، التزامات أكثر، أموالك أقل، الآخرين اللي حولك عندهم فرص أكثر، ينجزون أكثر، قاعدين يتقدمون للأمام، أنت تحس نفسك دائما متأخر عن الأشخاص المحيطين بك من الناحية المالية. فمن أجل أن تتقدم تكون إما معهم أو تسبقهم، محتاج إلى التكتم والهدوء، وأنك تكون لفترة لحالك عشان فعلا هاي البداية الجديدة تقدر أنك تخلقها لنفسك. بداية جدا مبشرة يا برج العقرب، أتمنى أنك تستغل هاي الفرصة أو تسعى في هذا الشهر من أجل فعلا إيجاد أو إحداث التغيير اللي أنت محتاجه. صار لك فترة أن دائما مجرد تقارن نفسك بالآخرين، أموالك لا تكفيك، حان الوقت لإحداث التغيير. على الصعيد الصحي لديك 8 السيوف ولديك 10 الخماسيات، أرى أنك أنت قوي وصحيح والحمد لله لا تعاني من مشاكل كبيرة، ولكن وجود 8 السيوف يخبرني أن من أجل أن تحافظ على صحتك أو تكون صحتك مستقرة في الفترة القادمة، يجب عليك التخلص من العادات السيئة. عندك إدمان معين أو حب معين لأكلات معينة تضرك لا تنفعك، أنت بدونها أفضل، أنت بدونها صحيح، ولكن حبك لها هو اللي يسبب لك بعض العوارض، ارتفاع السكر، ارتفاع الضغط، ارتفاع الكوليسترول. حبك احتمال للفاست فود، الأكلات الدسمة، السكريات والحلويات، فأنت عارف أنه لازم تخفف من أجل هاي من هاي الأمور عشان تكون صحيح وقوي ومستقل بنفسك، من أجل أن يساعدك جسمك أن تخلق البداية الجديدة لنفسك. ففي هاي الفترة احذر يا برج العقرب أن أنت ما تكثر، أبسط الأمور أن أنت تحاول تسوي شوي كنترول، وما تكثر من الأكلات أو حتى التصرفات اللي تحس أنها تؤذيك جسديا، تؤذي صحتك أو تأثر عليك سلبا. أشوف دائما هاي الكرت بالنسبة لي كثرة الأملاح المتعلقة بالضغط أو احتباس السوائل في الجسم، ما يسبب انتفاخات يعني، فأحذر من هذا الشيء، لأن أنت بحاجة لكل قوتك في هذا الشهر من أجل خلق البداية الجديدة، من أجل أن تفتح لنفسك الأبواب، من أجل أن تواجه أو تستطيع أن تقوم بالمهمة الجديدة. لديك على الصعيد العاطفي كارت برج الحوت وهو القمر، كارت عدم المعرفة أو أن الصورة غير مكتملة، ولديك أيضا 6 الأغصان،
وجود هاي الكرتين مع بداية قراءتك يبين لي أن أنت فعلا لديك أشخاص معينين راح تضطر أنك تضعهم في الظلام، تبعدهم عنك بحيث أن لا يعرفون جميع تحركاتك وأخبارك وخطواتك القادمة. لازم يكونون في مرحلة عدم التأكد والمعرفة. لازم تخلق الشيء بنفسك من أجل نفسك بدون أن يعرف عن الآخرون وأن يكون منتشر للعلن. عندك 6 أغصان وهي كرت الاحتفال. من أجل أن تصل لهاي المرحلة احتمال أنك راح تضطر تضع الشريك أو حتى المحيطين فيك في منطقة غير محددة حاليا، ما يعرفون شنو اللي يجري معاك، من أجل أن بعدين تحصل على البداية الجديدة، من أجل أن تستطيع أن تحتفل بعد ما تصنع لنفسك شيء معين. احتمال الشريك أيضا يعاني هاي الفترة منك خلال شهر أبريل أنه غير متأكد من تحركاتك، من نيتك، من خطواتك تجاهه. هو يحس نفسه جدا مشوش. الشريك لست أنت، أنت اللي تفعله قلت لك من البداية، اللي تفعله أنت تفعله بنية محددة. أنت عارف لماذا تحتاج أنك تضع بعض الأشخاص في منطقة رصاصية أو غير محددة، لماذا يجب عليك أن تحافظ على أسرارك حاليا وخطواتك لنفسك، ولكن هؤلاء الأشخاص لا يفهمون، مشوشين بخصوصك، مش عارفين شنو يفكرون. هل يشجعونك على الهدوء اللي أنت مر فيه، أو ينتقدونك بسبب أنك مخلنهم بعيد عنك، بينكم مسافات؟ هم في مرحلة عدم معرفة، ولكن هذا الشيء يخبرني إياه التاروت أنه جدا مهم من أجل أن تحصل على نجاحك. صار لك فترة أنت راح تنتقل من 5 إلى 6. المرحلة الانتقالية هذه جدا مهمة، استعينوا على أموركم بالكتمان من أجل أن تحدث هاي النقلة. الكتمان جدا مهم بالنسبة لك، وإن كان اللي في بالك علاقة معينة مع شخص معين أو ارتباط مع شخص معين أو تجارة وبزنس وعمل، الكتمان جدا مهم بالنسبة لك في هاي الفترة من أجل أن تحقق ما تريد. بعد أن تحقق ما تريد، ترى يخبرك أن أنت من حقك أن تحتفل وتستعرض بنفسك. من بعد أن تحقق من طاقة القمر، ننتقل إلى طاقة الشمس أو النار. احتمال أنك تتعامل مع برج هوائي لدينا طاقة السيوف، أو برج ناري قاعد يستخدم الطاقة الهوائية وطاقة السيوف، لكن لديك الكثير من الطاقة الهوائية في القراءة. بتر يخبرك أن أنت مسموح لك الاحتفال، الاستعراض، بعد أن تنجز اللي في بالك وتتمم على أكمل وجه. من بعدين أصير لك حق أن أنت تستعرض بنفسك وتخبر الآخرين وتشركهم في أمرك وتقول لهم تعالوا انظروا إلى ما أنجزته، أو تحسنت أوضاعي المالية، أو وجدت الشخص اللي أريد أن أرتبط فيه وإحنا مستعدين. ولكن الكتمان جدا مهم بالنسبة لك في هاي الفترة. الأخبار المتوقعة عندنا Knight of Swords، فارس السيوف، فارس عنيف قوي، طاقة هوائية، ولدينا الهرمت الزاهد، كارت برج العذراء. بالنسبة لي أنت تمثل الزاهد في هاي الفترة. الهانجد مان والزاهد بطريقة ما يعكسون صورة بعض. هم وحيدين يحاولون إما يبحثون أو يحاولون اكتشاف طريقة جديدة، طريقة معينة. منعزلين حاليا، ولكن انعزالهم لهدف معين ولغرض، ليس الانعزال لمجرد الانعزال. يوجد لديك هدف كبير بأن أنت تكون منعزل في الفترة القادمة من أجل أن فعلا تكون صافي في أفكارك. أنت تحتاج الصفاء، clarity، طاقة الماء، صفاء الماء جدا مهم بالنسبة لك عشان تستطيع أن تفكر وتنجز لوحدك. لأن احتمال إذا في أشخاص عرفوا بتحركاتك القادمة، أول شيء راح يعملونه أن يدخلون ويعطونك آرائهم، مقترحاتهم، ينتقدون، راح يشوشون عليك. أنت محتاج الهدوء وراح تنعزل بسبب هذه الحاجة. في شهر أبريل مهم بالنسبة لك أن أنت تكون هادئ ومنعزل ومستغرق التفكير
في وضعك. الحبيب أو الشريك لديه راح يتحول من السيف الصغير إلى نايت أوف سوردز، فارس السيوف. وهو فارس شوي عنيف، فارس يبحث عن الحقيقة أو يوصل الحقيقة. احتمال أن ردة فعل بعض الأشخاص المحيطين فيك أو الشريك راح تكون شوي عنيفة، راح يرفضون انعزالك، ينتقدون انعزالك، وراح يخبرونك أن الوضع مثلا مش عاجبهم، ولكن ردة فعلهم راح تكون أقوى، راح يصعدون الأمور من طاقة فقط التجسس بدون معرفتك أو بدون مواجهة بينك. راح تكون في مواجهة، هاي الشخص يأتي من أجل المواجهة. فاحذر أن أنت لا تخرج من وضعك الهادئ، وضعك في الاسترخاء، في قوقعتك، لأن أنت عندك جدا أمور مهمة لازم تكتشفها أو تنجزها في هاي الفترة. هذه طاقة جدا مهمة بالنسبة لك هاي الشهر. فأحذر أن أنت لا تستفز. دائما السيف الصغير هو بالنسبة لي السيف الاستفزازي، مثل الطعم. وإن كان هذا الشخص راح يصعد معك، احتمال لأنه لا يعرف أخبارك أو تحركاتك أو ما الذي فعلته بالعمل الجديد، المال، احتمال يأتيك أيضا مبلغ مالي معين تنتظر من فترة، فتحتاج أن تنعزل لكي تفكر فعلا ما الذي، ما هي أفضل طريقة تستخدم فيها، توظف فيها هاي الأموال، الأموال الجديدة اللي راح تدخل عليك بسبب هاي الفرصة الجديدة. وهاي الشخص راح يصعد الأمور معك. احذر فقط من المواجهة، المواجهة تستنزف طاقتك في الفترة القادمة. مهما كان ردة فعل هاي الأشخاص اللي حولك، وهذا الشخص بالذات، لديك شخص معين أحس إنه ناري أو ترابي، ولكن قاعد يستخدم الطاقة الهوائية، لأن هي الطاقة اللي راح تستفزك، أو الطاقة اللي يستطيع أن يحصل فيها على أخبارك. حافظ على أخبارك وهدوءك. وإن كان هذا الشخص نيته جيدة، ولكن الخوف من عدم المعرفة هو اللي قاعد يحركه، فأنت أيضا احذر ألا ترد على هاي النوع من المخاوف. راح أسحب لك عزيزي برج العقرب كرت تبع النصيحة. Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. بالضبط. هاي يرجع لأول نقطة، كرت البرج المعلق في أول الشهر اللي عندك. اسمع بقلبك وليس بإذنك. راح تأتيك أمور، تحدث أمور مع الأشخاص المحيطين حولك، يحاولون أن يخرجون من قوقعتك. قلت لك أنت قبل أن يخرج هذا الكارت أخبرتك أن في قوقعة عندك، ولكن القوقعة هذه جميلة، مهم وجودها حاليا في حياتك، راح تنجز لك الكثير بأن تكون في قوقعتك الداخلية. محافظ على هدوءك وطاقتك، وتحاول إعادة التفكير في الأمور وإنجاز بعض الأمور من أجل نفسك. فحافظ على نفسك في هذا الوضع. اسمع لحدسك. برج العقرب من الأبراج اللي جدا حساس. اسمع لحدسك، ماذا يخبرك؟ ما هو طريقة التصرف الصحيحة في الأموال أو الفرصة القادمة عندك؟ اسمع بقلبك ولا تخرج من قوقعتك من أجل المواجهة مع الأشخاص المحيطين فيك. حافظ على هدوءك ولا تستفز. راح أسحب لك كارت تبع ما يجب أن تعرفه. The Queen of the Light، ملكة النور. Illumination، Enlightenment، Celebration. وهذا أيضا يرجع إلى كارت ست الأغصان، كارت الاحتفال، كارت ضوء. ملكة النور بالنسبة لي في هاي القراءة قاعدة تخبرك أن هناك، لا تخاف من الهدوء، أنت نفسك لا تخاف من الانعزال، لا تخاف أن تكون منعزل عن بعض الأشخاص في هاي الفترة. انعزالك المفروض ما يخوفك أنت، أو تحس أن في شيء غير صائب في الموضوع، لأن بعد الانعزال سوف يأتي الوقت المناسب. أنت راح تسمع لحدسك، راح تعرف متى وصل الوقت المناسب من أجل أن تشرك الآخرين في أمرك، من أجل أن يعرفون ما هي خطوتك القادمة، ما الذي فعلته بالأموال، ما الذي ستفعله في الوظيفة، من أجل أن تتواصل مع هاي الأشخاص وتستعرض
قراراتك نجاحاتك رح يكون في وقت مناسب، ولكن هذا الوقت رح تعرفه، أنت رح تحس أن فعلا حان الوقت من أجل أن تكون مع الأشخاص اللي أنت تحبهم وبالعادة جدا مشتركين في أمرك ويعرفون كل أخبارك. راح تعرف أن حان الوقت أن تخبر الآخرين، ولكن التكتم حاليا جدا مهم بالنسبة لك. شكرا عزيزي برج العقرب، أتمنى لك